يوم إن شاء الله راح نحاول نحكي مع بعض عن أجهز أمور. قصور الكلية الحادة أو أذية الكلية الحادة. راح أعطي وجهة نظري بالموضوع أكثر ما هو يعني محاضرة أو يعني نقاش علمي. نحاول نقارب الموضوع بطريقة عملية أكثر ما هو طريقة يعني أكاديمية. راح نحكي عن، طبعا أنا آسف، سلايدات بالإنجليزي لكن أنا راح أحكي باللغة العربية. إذا في أي ملاحظة أنا جاهز، كنت بعتولي يعني في شيء غير مفهوم، وممكن نحكي بعدين طبعا بالتفصيل. رح نحكي عن تعريف أذية الكلية الحادة، بعدين حنحكي عن كيف نقدر نحن نقارب أذية الكلية الحادة، كيف نقدر نحط تشخيص بطريقة مناسبة، بعدين حنحكي عن طريقة التدبير، بعدين حنحكي عن بعض الحالات الخاصة اللي يمكن تكون يعني أكثر شيء وعم تشوفوها أنتو أكثر على أرض الواقع. تعريف أذية الكلية الحادة هو حسب الـ guidelines، يعني التوصيات تبع جمعية اسمها كيديكو، هو ارتفاع بالكرياتينين 0.3 ملي جرام بالديسيلتر خلال 48 ساعة، أو ارتفاع مرة ونص عن البيزلاين. البيزلاين يعني الكرياتينين الأساسي، يعني ممكن المريض يكون عنده بالأصل هو قصور كلية مزمن أو مرض كلية مزمن وارتفع عنه الكرياتينين، مو ضروري يكون الكرياتينين طبيعي وبعدين يرتفع لحتى يكون قصور كلية حاد. ممكن يكون الكرياتين بالأصل مرتفع ولكن مرتفع بشكل ثابت بسبب مرض مزمن وصار عليه ارتفاع فجائي بشكل متسارع بمرة ونص عن البيزلاين تبعه خلال 7 أيام الماضية، أو انخفاض بحجم البول. طبعا احنا في عنا هون 3 دوائر متقاطعة مع بعضها. 3 دوائر متقاطعة مع بعضها تعطينا 3 أمراض كبيرة بالكلية، هي مرض الكلية الحاد أو acute kidney disease، ومرض الكلية المزمن اللي هو chronic kidney disease CKD، والacute kidney injury اللي هو بالنص. تتقاطع هاي الدوائر مثل ما أنتم شايفين، في عندك هون الدائرة هي كلها هي دائرة مرض الكلية الحاد. ضمن مرض الكلية الحاد بنلاقي أذية الكلية الحادة، وبنلاقي أيضا أنه ممكن يكون المريض عنده مرض كلية مزمن ويصير عنده كلية حاد أو أذية كلية حادة بنفس الوقت. فثلاث أمور تتقاطع مع بعض. تعريف الثلاث امور اللي هلا، عفوا دكتور صالح، عيط شوي اذا بتسمح، عندي صوتك شوي. انت طيب، صوتك طيب، هادي طيب. عندي ايه ممتاز ايه. طيب طيب نعم تفضل. تعريف الامور الثلاثه اللي حكيناها قبل بشوي، قصور الكليه او اذيه الكليه الحاده حكينا عنه قبل بشوي، مرض الكليه المزمن هو انه يكون في نقص بال معدل الرشح الكبي او glomerular filtration rate اقل من 60 مللتر بالدقيقه او لمده اكثر من 3 اشهر. بعدين في عنا مرض الكليه الحاد اللي هو بيتعرف بتقريبا نفس تعريف اذيه الكليه الحاده، لكن بنلاقي هون انه في عنا 3 اشهر، اقل من 3 اشهر بدال 7 ايام، فهون في نحن نحكي على أطول. بعدين لا يوجد مرض كلية إذا كان معدل الرشح الكبي أكثر من 60 مللتر بالدقيقة. طبعا في أيضا إضافة لهالأمور هاي، مرض كلية حاد أو مرض كلية مزمن بدون ما يكون في تغيير بقيمة الكرياتينين مثل الحصيات الكلوية. الحصيات الكلوية هي مرض كلوي، أذية كلوية لكن
ممكن يكون المريض بدون ما يكون عنده تأثير على معدل الرشح الكبي أو قيمة الكرياتينين بالبول أو حجم البول بال24 ساعة، لكن يعتبر ضمن المرض الكلوي الحاد أو المرض الكلوي المزمن حسب زمن اكتشاف الآفي. سؤال: عندما نحن نشوف مريض عنده قيمة كرياتينين مرتفعة، هل أزية الكلية هي أو هالمرض الكلوي هذا حاد أم هو مزمن؟ في عدة أمور ممكن تساعدنا نحن لحتى نقدر نعرف إذا هالأمر هذا حاد ولا مزمن. أول شيء وهو أهم يعني أكثر شيء ممكن يساعدنا ويكون مثل ما يقولوا يعني significant، يعني مهم وبيعطي قيمة كبيرة، هو إذا كان عندنا قيمة كرياتينين سابقة. إذا كانت في قيمة كرياتينين سابقة ونحن قارنا معها قيمة الكرياتينين الحالية ولقينا أنه تفارق كبير، فهذا بيعطينا يعني أكثر مؤشر أنه هالأمر هاد حاد أكثر ما هو مزمن. بعدين في أمور تانية مثل الإيكوغرافي. الإيكوغرافي ممكن نحن نشوف بالإيكوغرافي عند المرض المزمن، نقص بحجم الكلية، حجم الكلية حوالي 11 سم. ممكن نلاقي عنده نقص بسماكة القشر الكلوي، ممكن نلاقي عنده نقص تمايز بين القشر الكلوي واللب الكلوي. القشر الكلوي لونه أسود غامق، لازم يكون الغمقان تبع اللون الأسود تبع القشر الكلوي أكثر من اللون الأسود تبع الكبد، يعني قشر الكلية أكثر اسودا من لون الكبد لأنه في أكثر تروية دموية وبالتالي بيكون دائما أكثر اسودادا. إذا لقينا بينما اللب بيكون رمادي، فإذا لقينا أنه في نقص تمايز يعني بيصير لون القشر أقرب للون اللب أو لون القشر أقل اسودادا من لون الكبد خصوصا على اليمين هذا نشوفه، فمعناتها في إصابة مزمنة والقشر الكلوي يعاني منذ فترة طويلة. بينما بالحاد صعب أنه هالشي هذا يصير لأنه بده فترة. هلأ في هون فخ لازم ننتبه عليه، أنه في عنا عدة أمراض مزمنة ممكن ما تعطي هالعلامات هي على الإيكوغرافي. من هالأمراض المزمنة المرض السكري هو شائع، فمرض السكري اللي عندهم قصور كلية مزمن ما منلاقي عندهم علامات قصور الكلية المزمن الشكية على الإيكوغرافي، على التصوير الإيكوغرافي. يعني ممكن تلاقي أنت مريض مزمن عنده كرياتينين عالي سكري، تعمل له إيكوغرافي يطلع الإيكوغرافي عنده طبيعي، فأنت تستنتج أنه بما أنه الإيكوغرافي طبيعي والكرياتينين عالي معناتها هذا قصور كلية حاد. لا، هون مو بالضرورة، لأنه مرضى السكري ممكن يكون عندهم قصور كلية مزمن وممكن يكون عندهم قصور كلية نهائي على غسيل الكلية، ورغم ذلك منلاقي أنه على الإيكوغرافي صورة الكلية طبيعية. أمراض تانية ممكن تعمل هالشي الأميلوز أو الداء النشواني يمكن اسمه بالعربي، وعدة أمراض تانية نحن ما رح يعني نستعرضها. رقم 3، فقر الدم. واحد من أهم العلامات على مرض مرض الكلية المزمن بسبب نقص مادة الإريثروبيوتين اللي هي بتفرز من قشر الكلية في حال نقص الأكسجين، واللي هي بتروح بتقله لنقل العظم إنه يصنع كريات دم حمراء. في حال قصور الكلية المزمن هالمادة هي هالهرمون هذا بينقص، وبالتالي نقل العظم ما بيجي أوامر لحتى يصنع كريات حمراء، فالزلمة بيرخي بدن وما بيصنع كريات حمراء، وبالتالي بيصير عند المريض فقر دم مزمن. لا، أحيانا عند مريض نقص مريض الكلية المزمن هيموغلوبين واطي بوصل ممكن للخمسة والمريض متحمله بسبب نقص مادة الإريثروبيوتين.
فإذا لقينا نحن مريض عنده كرياتينين عالي مع فقر دم شديد، فهذا احتمال كمان إنه يكون عنده مرض كلوي مزمن وليس حاد، لكن أيضا ليس بالضرورة. فنحن مثل ما بنعرف المريض اللي عنده فقر دم حاد بسبب مثلا نزف هضمي علوي، هذا واحد من أهم أسباب حصول الكلية الحاد، بالتالي لازم كل الصورة السريرية تكون مدروسة. ما في ولا عامل ممكن يحدد لك إذا قصور الكلية هذا حاد ولا مزمن أكثر من رقم كرياتينين سائل، هو الوحيد اللي ممكن يعطيك الفكرة. بقية الأمور كلياتها بدك تنتبه عليها وتحطها ضمن السياق العام. الكالسيوم والفوسفور وهرمون جارة الدرق، عادة مرضى قصور الكلية المزمن أو مرض الكلية المزمن بصير عنده نقص بالكالسيوم، ارتفاع بالفوسفور، وارتفاع بهرمون جارات الدرق. ما رح ندخل بآلية هالأمر هذا، لكن هذا شيء يعني وسمة من وسمات قصور الكلية المزمن. لكن هون أيضا لازم نحن ننتبه، في عنا عدة أمراض حادة ممكن تسبب قصور كلية حاد، ممكن تسبب أيضا نقص بالكالسيوم وارتفاع بالفوسفور وارتفاع بهرمون جارات الدرق، مثل مثلا متلازمة الانحلال الورمي، انحلال الخلايا الورمية بعد العلاج الكيميائي، ممكن تصير عندك نقص بالكالسيوم وارتفاع بالفوسفور وارتفاع بهرمون جارات الدرق وقصور كلية حاد. فإذا ليس بالضرورة وجود نقص بالكالسيوم وارتفاع بالفوسفور وارتفاع بجارات الدرق انه يكون قصور الكلية حاد، لكن في حال عدم وجود أسباب تانية تسبب هالصورة السريرية فهي بتعطيك دليل أكثر أنه قصور الكلية مزمن. أول رد فعل لازم نحن يعني ننتبه وقت بنشوف مريض عنده ارتفاع بالكرياتينين، هو ننتبه على الأمور المهددة للحياة واللي لازم نحن نتصرف فيها بسرعة قبل ما ندور على السبب أو ندور على المرض الأساسي المسبب لقصور الكلية. أول شيء هو ارتفاع البوتاسيوم. ارتفاع البوتاسيوم هايبركاليميا هو من أكثر المسببات للوفاة أو مسببات الأمراض الحاد عند مرضى قصور الكلية الحاد، ويجب التعامل معه بجدية وبسرعة. رقم اثنين هو وزمة الرئة الحادة. وزمة الرئة الحادة ممكن تكون سريعة، ممكن المريض يعني وصل لقصور تنفسي حاد بسرعة. عند بعض في بعض أنماط قصور الكلية الحاد، خصوصا قصور الكلية الحاد اللي المريض فيه ما عنده صبيب بولي أبدا، يعني أنيوريك. رقم ثلاثة هو انصباب التامور. انصباب التامور حالة نادرة ما بنشوفها هلأ، كتير قليل بقصور الكلية الحاد، لكن ممكن تنشاف. تنشاف أكثر بقصور الكلية المزمن المهمل. قصور الكلية الحاد من النادر أنك تشوف انسباب التامور، لكن في حال وجود انسباب التامور فهو من الأشياء الإسعافية اللي لازم الواحد يتدخل عليها بسرعة. رقم أربعة اعتلال الدماغ اليوريميائي. اعتلال الدماغ اليوريميائي ممكن أنه ينشاف بقصور الكلية الحاد، وهو حالة إسعافية تتوجب أيضاً تدخل الحاد. اعتلال الكلية اليوريمية يمكن يتراوح من التشويش أو من يعني مثل ما يقولوا confusion يعني اضطراب الوعي إلى النوبات الصراعية المعممة، وبكل الأحوال يجب تدخل عليه بشكل حاد. يعني مو المريض عنده بس تشويش بالوعي معناته ما لازم ندخل عليه بشكل حاد، ولأنه عنده نوبات صراعية معممة لازم ندخل عليه بشكل أسرع، لا، بالحالتين نفس الدرجة من الإسعافية. واحد أيضا من الأشياء اللي ممكن دلنا أنه حيصير اعتلال دماغ يوريميائي هو مثل ما بيقولوا التحزيق، الحزقة، هيكاب. هون كمان هي علامة من علامات السريرية أنه انتبه حيصير هلأ بعد فترة بسيطة اعتلال يوريميائي إذا نحن ما دخلنا. الحالة الخامسة هي الحماض الحاد، وهون كمان لازم الواحد يدخل بسرعة. هاي الخمس نقاط الأساسية
الواحد لازم ينتبه عليه وقت بيشوف مريض قصور كلية حاد. تاني شيء الواحد لازم ينتبه عليه هو صبيب البول. هل صبيب البول صفر؟ هل صبيب البول هو أقل من 400 مليلتر بال 24 ساعة؟ ولا هو طبيعي؟ شو السبب؟ سبب إنه في حال قصور، في حال وجود صبيب بول معدوم أو قليل، قيمة الكرياتينين بالدم بتصير ما لها قيمة. يعني أنت ما راح تراقب كرياتينين بالدم كل يوم وتقول والله المريض عم يتحسن أو لا، إذا هو أصلاً ما عنده صبيب بولي. هذا المريض ما عنده صبيب بولي معناته معدل ترشيح أو صفر، وما كان رقم الكرياتينين تبعه بالدم. هلا ممكن يكون إنه ممكن تقولي إنه الصبيب البولي عنده صفر لأنه عنده obstacle، يعني عنده حاجز، يعني عنده post renal أو يعني ما بعد الكلية، حاجز ما بعد الكلية مثل يعني بروستات كبيرة أو بحصات بالكلية، ثنائية الجانب أو تليف خلف السكران لآخره. بكل الأحوال مدام في عندك أنت انعدام بالصبيب البولي، لازم الواحد يتدخل لحتى إذا كان في حاجز لحتى يرفع الحاجز، وبعدين هو يناقش قديش حصير الصبيب البولي بعدين. لكن بالنسبة لك طالما الصبيب البولي معدوم أو قليل معناته الرشح الكبي تقريبا صفر. ثالث رد فعل إنك تشوف شو هي أدوية المريض اللي بياخدها بشكل يعني طبيعي بشكل مزمن، واللي أخدها بشكل يعني استثنائي بالفترة الماضية لسببين. أول سبب إنه ممكن يكون إذا كان المريض عم ياخد أدوية جديدة الماضية مثل مثلا مضادات التهاب الأسبوعية أو مضادات حيوية يعني أنتيبيوتكس معينة، تكون هي السبب الأصل بقصور الكلية الحاد اللي هو عم يصير معه. ممكن كمان إنه المريض رغم إنه أنت عم تدبره هو يستمر بأخذ هالدواء هذا لأنه أنت ما قلت له أو ما سألته عنه، هو استمر بأخذه بدون، لأنه هو ما بيعرف إذا هذا الدواء يعني له تأثير على الكلية. الأمر الآخر بالنسبة للأدوية المزمنة، ممكن المريض يكون عنده قصور كلية حاد ما له علاقة بالأدوية اللي عم ياخدها المريض، لكن هالأدوية هي ممكن تفاقم من قصور الكلية الحاد في حال حدوثه. مثال إذا مريض عنده محطوط على مدرات بشكل مزمن ويجى لعندك بقصور كلية حاد، فمن الأفضل توقيف هالمدرات هي لبينما الصورة السريرية تتوضح ويشوف شو هو السبب قصور الكلية. في حال استمرت المدرات ممكن هالمدرات هي تسيء بشكل أكبر لقصور الكلية اللي عم يصير مع المريض. مثال تاني حصيرات الرينين بكل فئاتها كمان من الأفضل توقيفها لبينما تتوضح الصورة بقصور الكلية الحاد. مثال ثالث الميتفورمين. ميتفورمين بقصور الكلية الحاد ممكن يتراكم، بهالحالة هي ممكن يسبب تأثيرات جانبية تانية بسبب تراكمه مو على الكلية لكن على أعضاء تانية، وبالتالي أنت لازم تكون كمان تنتبه للأدوية اللي ممكن تتراكم بحالة قصور الكلية، كمان أنك يا تعدل جرعتها يا أما توقفها. سؤال تاني اللي أنت لازم يخطر بذهنك إنه هالمريض اللي إجا أنا شفته هلأ، هل صار مع هل عمل فحص يستوجب حقن اليود مثل طبقي محوري مع حقن أو قسطرة قلبية بالفترة الماضية؟ لأنه ممكن بكل بساطة يكون هذا هو السبب اللي عم يعمل قصور الكلية الحادة اللي أنت عم تحاول تدبره حاليا. ثالث شيء هو مثل ما حكينا بشوي عن وجود انسداد أو عائق أمام صبيب البول، لذلك لازم أول من يعني شيء يصير وتشوف مريض بصير عنده قصور كلية حاد إنك تعمل له إيكوغرافي بتشوف الجهاز البولي إذا كان فيه انسداد ولا لا. إذا ما كان عندك إيكوغرافي خصوصا عند الرجال فالفحص السريري ممكن تشوف إذا عنده هو يعني مثانة كبيرة، هذا الفحص السريري بيصير بالجس البطني.
وممكن كمان انه تسأله اذا صار معه هالشيء هذا قبل هالمرة او لا. بعد ما عملت هالثلاث ردات الفعل حكينا عنهم قبل شوي، بصير عندك هلأ وقت، يعني انت امنت المريض، انتبهت على ادويته، شفت الشغلات اللي ممكن انه هي تشوس الصورة، وبعدين بتقعد بتدور انت على سبب قصور الكلية الحاد. قصور الكلية الحاد ممكن يتقسم مثل ما شايفين لقبل كلوي وكلوي وبعد كلوي. القبل الكلوي هو يعني نقص بكمية العصير اللي عم يوصل للكلية. الكلية هي عبارة عن فلتر، إذا ما في كمية معينة من الضغط تقدر تحافظ على أنه هالفلتر هذا يكون فعال، فالكلية ما راح تقدر تنتج كمية من البول مناسبة، وبالتالي حيصير عندنا سمي قصور الكلية بسبب نقص صبيب الرشح الكببي. أول شيء هو النقص الحقيقي بكمية الدم الفعالة اللي عم توصل للكلية، وهذا أهم سبب له هو النزف. النزف مثل النزف الهضمي العلوي اللي حكينا عنه قبل بشوي، رح ينزل كمية الدم الموجودة بالشجرة الوعائية، وبالتالي كمية الدم اللي حتوصل للكلية أقل، وبالتالي حيصير في عنا سمي قصور كلوي ما قبل كلوي. وبنفس الوقت حيكون في أيضا فقر دم، وحيصير أيضا هون عنا تجمع للدم بالأنبوب الهضمي وهضمه، ويعني امتصاصه على شكل يوريا، مما يرفع اليوريا أكثر بشكل أيضا بهالحالة. أمر تاني بنشوفه كتير نحنا هو عند المرضى الكبار بالعمر، بحالة مرضى الكبار بالعمر بصير عنده نقص بإحساس العطش، ما بيشربه رغم إنه هو في حاجة للعطش لأنه الواحد يشرب. فوقت بصير في شوب حرارة عالية وما بيشربه، بصير نقص حقيقي بكمية البلازما، كمية حجم الدم الموجودة بالشجرة الوعائية، وبصير عنده نقص قصور كلية. بالأمر شائع ونشوفه كتير. رقم 2 نقص نسبي بكمية الدم بالشجرة الوعائية، وهون هذا من أهم أسبابه قصور القلب. فالقلب هون في حال قصور القلب ما عم يقدر يضخ كمية كافية من الدم للشجرة الوعائية الشريانية اللي هي نحن بتهمنا، وبالتالي الشجرة الوعائية الشريانية فيها كمية دم قليل، رغم أنه المريض عنده ممكن يكون وزمات وعلامات قصور قلب احتقاني مزمن، لكن هالوزمات وهالكمية من السائل غير موجودة بالمكان المناسب اللي هو الشجرة الوعائية الشريانية اللي هي بتغذي الكلية، وهي بتخلق الضغط الكبي، وبالتالي بينزل ضغط الكبي، وبالتالي تنزل صبيبة رشح الكببي وبصير في قصور كلي. واحد تاني من الأسباب أيضا هو قصور الكبد كما نعرف. ما رح ندخل بالآلية المرضية لهالأمرين هدول، لكن النتيجة هو نقص كمية الدم بالشجرة الوعائية الشريانية ونقص الضغط على مجال على مستوى الكبب الكلوية، وبالتالي بصير عنا نحن قصور الكلي. رقم 3 انسداد الشرايين الكلوية، وإن شاء الله نحن ما مطلع عليها كتير. أحيانا ممكن المريض يكون عنده كلية واحدة أو كلية واحدة فعالة، كلية تانية ممكن تكون يا أما مستأصلة يا أما تكون مريضة بمرض تاني بس ما عم تفرز يعني، ويصير عنده انسداد بالشريان الكلوي إما بسبب كسرة أو بسبب تضيق، فهذا يعتبر قصور كلوي ما قبل كلوي، لأنه النسيج الكلوي لم يعني يتأثر بعد بشكل نخري، لم يتنخر بعد بسبب نقص التروية. فأول علامة من علامات انسداد الشريان الكلوي أو تضيق الشريان الكلوي هو قصور كلية قبل الكلوي، فإذا نحن دخلنا عليه بسرعة وفتحنا ممكن أنه ما يصير أذية كلوية عضوية بسبب التنخر النسيج الكلوي بسبب نقص التروية. رقم 4 هو نقص التروية أو نقص الضغط الكبي بالشكل الهيموديناميكي.
ما بنعرف نحن الكبة الكلوية بتتغذى بالشريان وارد وبيطلع منها الدم بالشريان صادر. الفرق بين الضغط بالشريان الوارد والشريان الصادر هو اللي بيخلق الضغط الكبي. الضغط الكبي اللي هو نتيجة هالفرق بين الضغط الشرياني في الشريان الوارد والصادر ممكن يتأثر بعدة أدوية. أدوية ممكن تضيق الشريان الوارد أو توسع الشريان الصادر، وبالتالي بينزل الضغط على مستوى الكبة الكلوية، وبالتالي بينزل مستوى الصبيب الكلوي، بصير أذية الكلى الحادة. بعض الأمثلة هو مضادات التهاب اللا ستيرويدية وحاصرات الريني. طبعا قبل ما انتقل للأسباب الكلوية، بكل هالحالات هاي اللي بيصير وقت الكلية بتحس انه في نقص بالتروية الكلوية بيصير عندها رد فعل بيسبب افراز الرنين والأنجيوتونسين، واللي بيسبب ايضا بالنهاية افراز الألدوستيرون، واللي بيسبب بالنهاية بكل الأحوال تضيق بالشرايين الكلوية. فإذا استمر هذا الشيء هو آلية معاوضة لحتى تحافظ على مستوى ضغط كبي مناسب ومستوى ضغط رشح كبي مناسب. لكن هالآلية هي ممكن تكون تشتغل بشكل عابر لفترة بسيطة، لكن في حال استمرار الأذية الأساسية فالآلية هي بتصير مضرة، لأن التضيق الشرياني الكلوي الحاصل بسبب هالآلية هي ممكن يزيد من الأذية الكلوية ويعمل بالأخير أذية كلوية عضوية في حال عدم تدخل تصحيح السبب الأصلي. قصور الكلوي الحاد أو الأذية الكلوية الحادة بسبب أذية كلوية عضوية ممكن تكون واحدة من يعني مرض يصيب أحد مكونات الأنسجة الكلوية. الأوعية مثل التهاب الأوعية أو ارتفاع التوتر الشرياني الخبيث. التهاب الكبب الكلوية الحاد ببعدة أمراض مثل مرض جوت باستر ممكن يضمن صورة كلية. التهاب النسيج الخلالي الكلوي أو acute intestinal fibrosis، وهذا أغلبهم بيصير بسبب رد فعل على أدوية مثل أدوية يعني مثل رد فعل تحسسي. واحد من أشهر أشياء أمراض يعني أسباب أذية الكلية الحادة هو تنخر الكبي تنخر الأنبوب الحاد، واللي هو له عدة أسباب، منها أسباب النخرية إسكيميك وهو بسبب نقص تروية مستمر، يعني صار في عندك مثل ما اتفقنا قبل بشوي نقص بالتروية الكلوية بسبب واحد أربع هالأربع أسباب. حال استمرار الأذية هي لفترة طويلة فالكلية مثل ما اتفقنا راح تعمل تضيق بالأوعية الكلوية، ومع الوقت بصير تنخر بالخلايا وبسبب دكتور عفوا دكتور صالح في سؤال. دكتور عبد السلام رافع. نعم. رافع ايده، تفضل دكتور. في هون اسئله ممكن تصير، ما بعرف كيف انتوا عم تعملوا. ايه في تحت على السكرين ما بعرف اذا مبين معك ايد مرفوعه زرقاء هيك. ليش انا ما باين معي هيك؟ والله غريب. طيب دقيقه لشوف. دكتور عبد السلام تفضل. تفضل دكتور. عم بسمعك. ما في صوت. ما ولا انا ما اسمع. ما بعرف اذا باي ميستيك يعني ولا فينو يكتب اذا بيريد، ما بعرف على الواتساب. ايه على مجموعة الواتساب. على الواتساب او على الشات اذا في اسئله، اذا ما عم يطلع الصوت عندكم.
أنا ما عم بسمع الصوت، ما بعرف إذا ولا أنا عم أسمع شيء، بس شايفة إيد مرفوعة. طب كمل دكتور صالح. طيب. إذا حضرتك طيب بقاطعك، سوري تفضل. فبصير نخر بسبب نقص التروية المستمر وعدم تصحيح الآلية الأصلية. ولكن أيضا في أسباب تانية يمكن تعمل تنخر الأنبوب الحاد، وهي أسباب سمية، منها خارج إكزوجينيك خارجية مثل الأنتيبيوتكس، مثل اليود اللي نحن نستعمله مشان تصوير الطبق المحوري. أكثر واحد الأنتيبيوتكس ممكن نحن نفكر فيه هو الأمينوغلوبين الجنتامايسين أو أميكامايسين. في إندوجينس، الإندوجينس الداخلي مثل وقت بصير عنا نحن انحلال دم، الهيموغلوبين سام للخلايا الأنبوبية. ممكن يصير كمان وقت بصير عنا انحلال العضلات، انحلال العضلات أيضا سام للخلايا الأنبوبية. بروتينات مثل يسموها السلاسل الخفيفة light chains اللي بتصير ببعض أنواع الميلوما، أو البلورات مثل بلورات حمض البول مثلا، أو بعض أنواع الأدوية مثل المضادات الفيروسات. أنا عم بسمع صوت أولاد، ما بعرف نعم. طيب القصور الكلوي بعد الكلوي، ممكن يكون بسبب عفوا دكتور إياد إذا بتسمح حط على الميوت. يا ماما طيب بدنا نخلص المحاضرة علينا. طيب ماما نكمل دكتورة لينا. ايه عم يحط يمكن اوكي انسداد المجرى المثاني، يعني المثاني ممكن سبب بروستات تنسد، يصير تجمع للبول خلفه ويصير الله يصلح حتى تفرغ البول اللي بقلبها، ويصير عندك تجمع للبول في المثاني وبالتالي انسداد للصبيب البولي. أو ببعض أنواع السكري أيضاً ممكن يصير اعتلال المثاني عصبي لمراحل متقدمة من السكري، وما تقدر المثاني تملك كامل البول اللي فيها. أو ممكن يكون بشكل أندر، هو انسداد بسبب انسداد الحالب ثنائي الجانب، أو في حال وجود كلية وحيدة، يا أما بالحصيات، يا أما بسبب تليف خلف البرتوان، يا أما شفنا حالي هلأ أول مرة بشوفها أنا من حوالي أسبوع بسبب تضخم بالشريان شو اسمه هذا الشيء الحرقفي. فممكن كمان يصير هالشيء هذا، وهذا الامر بينشاف بالايكوغرافي بكل بساطه. هلا هاي الصوره شوي فيها كتير معلومات، انا ما راح يعني انا حطيتها بس لحتى تضل عندكم ممكن تشوفوا. هي عم تفرجي قصور الكلية بشكل تشريحي اعتبارا من ما قبل الكلية وشريان الكلوي، الشرايين الأصغر، الكبيبات، الأنابيب أو الأنبوب الكلوي النفرون، النسيج الخلوي، بعدين انسداد الأنابيب البعيدة، بعدين انسداد فيما بعد الكلوي، وبعدين الوريد الكلوي. هي سلايد بفرجيك شو هي أسباب الأشعة لقصور الكلية الحاد أو أزية الكلية الحادة في المشافي، يعني المريض اللي هو موجود بالمستشفى لسبب آخر غير المرض الكلوي، وقت بصير عنده
أذية كلوية حادة. فهي أشياء الأسباب اللي ممكن تكون وراء هالأمر هذا الأذية الكلوية. لكن هذا الكلام موجود ب يعني نحن عم نحكي أي دراسة بريطانية، فلها حيثياتها. لكن بشكل عام إحنا إذا طلعنا بنشوف إنه عفواً هون عنا نحن تنخر الأنبوب الحاد وما قبل الكلوي هن من أكبر الأسباب. نحن عم نحكي طبعاً على وجود المريض ببيئة استشفائية، ورغم ذلك نحن بنلاقي هالشغلتين اللي هن أغلبهم مثل ما شفنا أسبابهم هي يا أما نقص بالتروية لعدد أي سبب من الأسباب، أو سمية هي أكثر الأسباب بحالة الاستشفاء. فاسكولايتس أو كل شيء اسمه rapidly progressive glomerulonephritis اللي هو التهاب الكبد المتطور بسرعة، هي شغلتهم بسيطة يعني نسبتهم أبسط. الانتباه لازم يتوجه بشكل أكثر لأسباب الأكثر لأكثر شيء. نحن كيف نحن بدنا نعمل التشخيص؟ هون هي هذا الجدول أخذته أنا من الكاديجو، كمان كاديجو هي من الجمعيات اللي بتعمل توصيات. هون إنه أنت لازم تشوف إذا في نقص بتروية الكلية اللي هو بريرينال مثل ما اتفقنا ما قبل الكلوي. هون أنت بهالحالة فوليوم ستاتوس، فوليوم ستاتوس اللي هي حالة الحجم، وأهم شيء فيها هي ضغط الشرياني. أو تشوف شو في بالبول من ناحية الصوديوم واليوريا، هلأ هلأ نحكي مع بعض شوي. بعدين حكى هون عن كل الأمراض الكلوية العضوية، وهون انتقل لشغلة اسمها يورين سيدمنت اللي هي يعني أكثر شيء ممكن يوجهك لهالأمراض هاي هو وجود الهيماتوريا أو وجود بيلة دموية مجهرية، هي من أكثر الأشياء ممكن توجهك لهون. بعدين عم يحكي على شغلات أقل يعني نوع، وانسداد المجال البولي وهون عن طريق الألتراساوند. فأنت بهالسلايد هاد بتشخص يعني بلخص لك ثلاث شغلات الأساسية اللي بتسبب لك هالمرض اللي هو له أسباب كتيرة كبيرة. هون عم نحكي عن ما قبل الكلوي. ما قبل الكلوي هو تقريبا من 30-60% من الأسباب. أسباب اللي هي نقص الحجم مثل ما اتفقنا. ما بعرف هذا في خط أزرق هون طلع، ما بعرف إذا طلع عندكم، أنا ما مو أنا اللي سببته يعني. نقص الحجم مثل استخدام المدرات بشكل كبير، مثل الإسهال، مثل أو هون الإقياء الشديد، مثل النزف، نقص الصبيب الصبيب القلبي، قصور القلب الأيمن أو الأيسر، أو كارديك تامبوناد اللي هو ممكن يسبب هالشيء هذا، التوسع الوعائي الشرياني بشكل المعمم مثل ما بصير بحالة التجرسم من حالة التحسس أو الصدمة التحسسية أو بحالة تخدير العام. بعدين تضيق الشريان الوارد الكبي ممكن يصير بسبب بعض الأدوية منها مضادات التهاب اللاستيرويدية مثل كالسينورين انهبيترز، وهذا شيء مهم اللي هن النيورال اللي هو نستعمله كتير نحن في حالة زرع الكلية أو بحالات الأمراض المناعية. اليود اللي بنستعمله بحالة التصوير الطبق المحوري، التنازر الكبدي الكلوي، وبعض حالات ارتفاع الكالسيوم. في حال توسع الشريان الصادر أيضا بصير نفس التأثير، وهذا بحال
مثبطات الرنين بكل أنواع. ننتقل لقصور الكلية العضوي اللي هو بسبب تقريبا 40% من سبب زيادة مثل ما اتفقنا وهي تنخل الأنبوب الحاد، هي أهم شيء، أما تكون نقص تروية أو نيفروتوكسيك سمية، وهي بعض يعني الأسباب. بعدين التهاب الخلالي الكلوي ممكن تسبب بعضة أسباب، منها الأدوية، الإنتانات، ممكن تكون بعض الأمراض المناعية مثل جوغرين أو ساركيدوزيس أو الزئبة الحمى. لكن هاي الأمراض تسبب بشكل اعتلالات على المجال الكبي أكثر، ممكن تسبب هذا الأمراض. فمو معناها إذا بالجدول هو حطه هون معناته إنه هدول الأمراض ما بسبب غير هالشيء هاد، لا. بعض الأمراض الكانسر مثل اللمفوما واللوكيميا نفس الشيء بالنسبة للأمراض المناعية، كمان هاي الأمراض بتسبب سبب الخلالي. بعدين عم يحكي على الانسداد داخل الأنابيب مثل بعض الميونوغلوبولين لايت شين اللي هي السلاسل الخفيفة اللي حكينا عنها قبل شوي، اللي بتتسبب وقت بيكون في عند مريض نوع من أنواع الميلوما. بعض أنواع الفوسفات أكيوت فوسفات نيفروباتي، أكيوت فوسفات بتصير في عندك تجمع للفوسفات بشكل عالي بالدم وبصير بينفرز بالأنابيب وبصير بيتصلب أو بيترسب مع الكالسيوم، بصير كالسيوم فوسفات، بصير مثل الحصيات الصغيرة المجهرية اللي بتترسب بقلب الأنابيب وبتسدون، مثل التيومر لايز سيندروم بصير هالأمر هاد اللي هو تنازل انحلال ورمي. التينين كلوكول هذا شيء نادر. أسيكلوفير وإن هدول أدوية ممكن ترسب بشكل بلورات وتسد الأنابيب. أكيوت غلوميرونفرايتس اللي هو التهاب الكوع الحاد اللي نحن كتير منحبه هاد، لكن نلاقي إنه خصوصاً أندر من إصابة نيكروز يعني من تنخل الكبابي تنخل الأنبوب الحاد، ممكن تكون له عدة أسباب ميكروفاسكولار وماكروفاسكولار. اعتلال الكلية الحاد الانسدادي بسبب تقريبا 10% من الحالات، ومثل ما احنا شايفين حكينا عنهم كلياتهم قبل شوي. هذا سلايد تشوفوه على مهلكم اللي هو عم يحكي عن شو هي عوامل الخطر الأساسية اللي ممكن تزيد من احتمالية الإصابة بأزية الكلية الحاد. فهي إما احتمالات إما عوامل متعلقة بالمريض أو بالأدوية أو بالعملية اللي راح يحملها المريض. هذا نفس الشيء بس بشكل أكبر، شوفوا على مهلكم. هذا سلايد كبير كمان تركم تشوفوه على مهلكم، هو بيحكي عن الشغلات اللي ممكن يعملها قصور الكلية الحاد أو يزيد الكلية الحادة على بقية الأرض. زولية الكلية الحادة ممكن يكون لها تأثير على أعضاء كثيرة بالجسم، هون هي مفروض موجودة بهذا السلايد، هو المعلومات العامة يعني. هون منشوف كمية الهائلة من الأدوية اللي ممكن تصيب الكلية على مستوى على جميع مستويات التشريحية، اعتبارا من ما قبل الكلوي مثل المدرات وأدوية خافضة للضغط، مروراً بالكلوية نفسها الأنابيب الكبيبات إلى أن نصل إلى ما بعد الكلوي. نشوفنا الواحد لازم ينتبه عليها. طبعاً في أدوية ممكن تسبب أزية الكلية بشكل أكبر أو أكثر يعني شيوعاً من غيرها، مثل مضادات التهاب الاستيرويدية وشيء كتير شائع مثل الجنتامايسين مثلاً، هذا شيء كمان شائع. الـ
سببه هو ما قبل كل الفحص السريري. لكن في شغلتين أنا هون بدي حددون عندكم، بدي ننبهكم عليهم. أولا نسبة الصوديوم المطروحة FENA اللي هي ناقص واحد، أقل من 1% بحالة ما قبل الكلوي، وأكثر من 1% بحالة الكلوي. ليش؟ لأنه الكلية وقت بتحس أنه في نقص كلوي فيها فبتحافظ على المي، وبالتالي كمية الصوديوم اللي بينعاد امتصاصها تكون كبيرة. نسبة الصوديوم المطروحة بالبول إلى الكرياتينين بتكون قليلة في حالة قصور كلوي، لكن في حالة قصور الكلية الكلوي فهو ما في عندنا نقص، نحن نقص تروية، أو ممكن يكون في نقص تروية لكن سبب تنخر، وبالتالي يا أما الصوديوم بنطرح بشكل طبيعي لأنه ما في نقص تروية، أو الصوديوم بنطرح بشكل كبير لأنه الخلايا تنخرت وما عادت تقدر تستجيب للآليات المعاوضة. نفس الشيء بالنسبة لليوريا. اليوريا بيعاد امتصاصها بأنبوب المعوج القريب مع الصوديوم، تتحرك مع الصوديوم بسبب ما قبل كلوي، فالصوديوم فاليوريا حترجع وبالتالي نسبة اليوريا إلى الكرياتينين المطروحة بالبول بتكون قليلة، بينما بحالة قصور الكلية الكلوي بتكون طبيعية. هدول الأمرين مهمين، لأنه أحيانا ممكن يجي هون أنه كمية البول الصوديوم المطروحة نسبة للكرياتين اللي هي fraction exertion of sodium ممكن تكون أكثر من 1% مع أنه المريض عنده قصور كلوي ما قبل كلوي، بحالة كتير شائعة هي حالة استعمال المدرات. في حال استعمال المدرات كمية البول المطروحة كمية الصوديوم المطروحة بالبول بتكون عالية رغم إنه في نقص تروية كلوية. بهالحالة هاي ممكن الواحد يطلع على كمية بالبول وتكون هي أكثر فائدة وأكثر قيمة لأنه هي ما بتتأثر بالمدرات. ففي حال أنت عندك شك إنه قصور الكلوي ما قبل كلوي ولقيت إنه صوديوم مرتفع بالبول بسبب وجود استعمال اصلا المدرات، فبهالحاله هي كميه البوله المطروحه نسبه للكرياتينين وهي بتعطيك الجواب. شغله ثانيه، ممكن يكون نسبه الصوديوم المطروحه بالبول اقل من 1% لكن مو ضروري انه يكون عند المريض قصور كلوي حاد ما قبل كلوي. هذا الشيء ممكن يكون موجود ببعض الحالات مثل التشمع الكبدي او قصور القلب. ممكن يكون نفس الشيء بالنسبه في حاله المرض الكلوي المزمن اللي تركب عليه قصور كلي حاد، الحاله هي الصدم المطروح بالبول ما بيعود له قيمه، اللي هي مثل اذا مريض ما عنده بالاصل قصور كلي، وبالتالي هون اليوريا بتفيدنا أكثر. فحص البول بحالة فممكن مثل ما نحن شايفين هون أو قريب من الطبيعي، فالأسباب هي هاي الأسباب التالية، هي أقل شيوعا. أما إذا كان غير طبيعي فكل شيء منشوفه هون اللي دلالته. أكثر الشغلات الأساسية اللي بنبهكم عليها هي وجود البيلة الدموية المجهرية اللي هي بتوجهنا لأمراض يعني أكثر مثل التهاب الكلب أو التهاب الشرايين مثل فاجينال ديزيز مثلا. شيء بدي نبهكم عليه أيضا هو وجود البروتينيوريا. وجود البروتينيوريا إذا المريض سكري
ما بيكون له قيمة كتير كبيرة، لأنه المرضى السكري بالأصل عندهم بروتينيوريا عالي، وبالتالي ما لازم عند مرضى السكري يكون في رد فعل كبير إذا كان بروتينيوريا موجودة بالبول عند بحالة أزية الكلية الحادة. ممكن يكون إلى دلالة، لكن مو مثل إذا المريض كان غير سكري. التدبير بكل بساطة، موضوع الديوريتكس، عفوا موضوع المدرات غير منصوح فيه إلا في حالة عدم وجود بديل، يعني بحالة وجود وزمات شديدة مع علامات قصور قلب شديد، مع وجود احتقان رئوي ممكن يسبب وزمة رئوية، هون ممكن نستعمل احنا المدرات. طبعا من اكثر الشغلات الاساسيه اللي ممكن تنعمل هي انه المريض نحن نعطي للمريض سيروم ملحي لحتى نزيد حجم الدم داخل الشجره الوعائيه، ونزيد الترويه كلويه، او نزيد بالاحرى الضغط الكبدي، وهون عم ينصحوا باستعمال سيروم فيزيولوجي. الصوديوم بيكربونات الحقيقة مو دائما منصوح فيها لعدة أسباب، لذلك لا تستعملوها إلا إذا كنتوا فعلا عندكم القدرة والخبرة باستعمال. من ناحية المفروض بس إنه ينزال العائق، والواحد ينتبه لنسميها نحن تنازل إزالة العائق، وقت الكلية تفرز كمية كبيرة من البول الممدد، وهون لازم يصير تدبير لهالتنازل. هاد نحن ما لنا هون هلا بصدر. بالنسبه لمرضى السكري اللي هنا موجودين بقصور كلي حاد، ممكن تحمل ارقام سكر اعلى من النازم اللي هي بين 110 و 149. بحالة قصور الكلي الحاد، من المفروض إنه نحن ما ننزل كمية البروتين اللي بيأكلها المريض. هاي الشغلة نحن ممكن نعملها بقصور الكلي المزمن لحتى نحن نخفف كمية اليوريا والسموم اليوريا، وبالتالي المريض نخفف عنه كمية السموم هاي ونبعد غسيل الكلي. لكن هالأمر هاد غير منصوح بحالة قصور الكلي الحاد. عدم استعمال المضادات الحيوية مثل الجنتامايسين أو الأميكامايسين، وفي حال استعمالها بجرعات عالية بدون تواتر كبير، يعني ممكن تستعملها بجرعة هجومية مرة واحدة يكفي وتوقف، ما تنعمل مثلا مرتين باليوم لأسبوع. ممكن أنت تحتاج مثلا لجرعة هجومية تعملها مرة واحدة أو مرتين. هلا بالنسبه ل غسيل الكليه اللي نحن احيانا بيقولونا بيحكي معنا طبيب الاشعه انه لازم انت تعمل غسيل كليه للمريض لانه حقنا نحن باليود لحتى تخفف من نسبه قصور الكليه الحاد اللي ممكن يصير عنده. هذا الشيء غير موجود، غير منصوح فيه، هو غير علمي. طبعا في حال وجود عوامل مهمة يبلش غسيل الكلية بدون تردد. طبعا غسيل الكلية بحال قصور الكلية الحاد له معايير معينة احنا ما لنا بصددها، ممكن نحكي عنها بمناسبة اخرى. قمت تقروا بهدوء. الضابط الأكثر شيوعاً لغسيل الكلية عند مرضى قصور الكلية.
نرجع بنحكي عن المدرات. في كتير نحن عنا تصور إنه المدرات رح تحسن أو تسرع من التعافي الكلية، هذا كلام غير موجود. انحلال العضلات طبعا أهم أسباب قصور الكلية خصوصا بحالة التروما. هاي أسباب أسباب انحلال العضلات بشكل عام، لكن بشكل خاص أغلب اللي بنشوفه هو بسبب الإصابات الرضية أو إنه الواحد يصير عنده نوبة صرع تنحل العضلات بسبب هاي هي الآلية المرضية اللي بيصير فيها قصور الكلية عند مرضى انحلال العضلات أو انحلال الدم. فمنشوف نحن عنا انحلال الدم أو انحلال العضلات، عنا أول شيء السوائل، السائل بيدخل لقلب العضلات وبالتالي بيصير نقص تروية كلوية، بيصير نقص الحجم بالشرشر يعني، بالتالي نقص تروية كلوية بيصير تنخر أنبوبي حاد، وبصير عندك نقص أنت بالحجم مثل ما اتفقنا بشوي، بصير في عندك تضيق أو تشنج بالشرايين الكلوية وبالتالي بتزيد شدة تنخر الأنبوبي الحاد. كمان وقت بصير عندك تنخر عضلات بصير شيء رد فعل التهابي بسبب أيضا تشنج بشرايين الكلى وتنخر الحاد. الميوغلوبين اللي هو بينفرز، الميوغلوبين اللي بينفرز من وقت بيصير في تنخر بالعضلات بسبب انسداد بقلب الأنابيب، وأيضا ممكن يسبب تمية مباشرة للخلايا بالأنبوب الأنبوب الكلوي وأيضا تنخر كلوي حاد. تنخل أنبوبي حاد. كيف نحن منعالج انحلال العضلات؟ حاطين هنن إنه بتقدر أنت تعمل prevent. شو يعني؟ يعني إنه أنت وقت بيجيك مريض عنده انحلال العضلات قبل ما يصير عنده قصور كلية حاد أو أزية كلوية ما عنده شيء، كرياتيني طبيعي، رغم ذلك حاول إنك أنت كما لو كان رح يصير عنده أو كما لو عنده قصور كلية حاد، لأنه في احتمال كبير أنه يصير عنده قصور كلية حاد، وعلاج هو الحفاظ على صبيب بولي كبير تقريبا 300 مليلتر بالساعة. 300 مليلتر بالساعة صبيب بولي هائل، كتير صعب الوصول له بحقيقة، يعني اللي بنكتب بالكتب غير اللي بيصير على أرض الواقع. إذا بتقدر توصل أنت لثلاثة لتر باليوم فهو شيء جيد. اللي مكتوب هو 300 مليلتر بالساعة هو حجم هائل، حتى بالعناية المشددة من الصعب الوصول. هلأ بيقولوا لك ببعض الكتب أنه ممكن أنك تعمل شيء اسمه قلونة البول. الحقيقة قلونة البول بانحلال العضلات ما أثبت هو يعني فائدة عملية كبيرة، وإنما هو في خطورة أكثر ما هو في إيجابية. ليش؟ لأنه أنت وقت بتعمل قلونة للبول فالفوسفور اللي هو طلع من الخلايا العضلية وقت انحلال العضلات رح يصير يترسب بشكل أسهل مع الكالسيوم بقلب البول بالوسط القلوي، وبالتالي أنت بتزيد من نسبة ترسب الكالسيوم فوسفات بقلب الأنابيب الكلوية، وبتزيد انسدادها، ممكن تفاقم قصور الكلية الحاد عند هالمريضات. طبعا لازم الواحد يتجنب المدرات، خصوصا مدرات العروة، لأنه مدرات العروة بتزيد نسبة الكالسيوم بالبول المطروح، وبالتالي بتزيد من نسبة ترسب كالسيوم فوسفات اللي حكينا عنه قبل بشوي، وبالتالي سلبي نفس الشيء. وقت بصير في انحلال عضلات بصير شيء اسمه نقص بالكالسيوم، بس هذا النقص الكالسيوم كالسيوم مؤقت. وقت بترجع العضلات وتتعافى راح يزيد الكالسيوم بالدم بشكل رد فعلي،
بالتالي لا تعالج أنت نقص الكالسيوم بالدم إلا إذا كان عرضي فقط، لأنه بالنهاية حتوصل يصير عندك زيادة بالكالسيوم بالدم في الحالة هي. طبعا بدك تعالج السبب وبدك تراجع. هذا سلايد أنا راح أتركه لكم تقروا بهدوء. هو عن طريق بسبب يعني عم بيعالج كيف نحن بنتعامل مع المريض اللي راح نحقنه باليود حتى نصوره تصوير طبقي محوري أو نعمل له قسطرة قلبية. هذا كمان سلايد حنمر عليه هلأ. نحكي بس بشكل سريع أنا ضايقت لكم خلقكم أنا عن الكبدي الكلوي. تنازل الكبدي الكلوي ما هو أسشع، إنما في أسباب تانية مختلفة. أنا هذا الحابب يعني نبهكم عنه، إنه في أسباب كتيرة بتسبب قصور الحاد في حال وجود مرض كبدي غير التنازل الكبدي الكلوي اللي هو أندر هذه الأسباب. الأسباب اللي ممكن تكون خلف قصور الكلى الحاد كتيرة مستعرضة بهذا السلايد. أنا هي وجهة نظر خاصة، بحال أنت احتجت أنك تعمل غسيل كلية للمريض عنده قصور كلية حاد فاستعمل الوريد الفخذي لحتى تحط القسطرة لهذا المريض، لسبب بسيط أنه ممكن هذا المريض ما يتعافى من قصور الكلية الحاد تبعه ويتحول قصور الكلية الحاد تبعه لقصور كلية نهائي. في الحالة هي بتكون أنت حافظت على الأوردة الوداجية لحتى تحط قسطرة دائمة للمريض، بينما تعمل له فيستولا وتعمل له غسيل كلية محترم فيما بعد. في حال أنت دخلت على الوريد الوداجي بالقسطرة المؤقتة ممكن ما يصير شيء، لكن ممكن كمان أنه هالوريد هذا انرض أو يصير فيه تضيق أو يصير فيه تخسر، وبالتالي يصير فيه عندك صعوبة فيما بعد أنك تحط قسطرة دائمة. طيب هذا اللي حبيت اني لكم اياه اليوم، ان شاء الله اكون يعني وفقت توصيل بعض الافكار. طبعا هذا الموضوع كبير وواسع كتير، واذا في اي اسئله انا جاهز للاجابه. دكاترة مين عنده أسئلة؟ اللي عنده سؤال ممكن يحطه على الواتساب إذا بدكم، وإذا ممكن تحطوه هون على الشات، أو ممكن تحكوا من هون حاطين أنميوت كلياتكم على الأنميوت، بدكم تكبسوا على الزر تبعكم بس. شكرا جزيلا. ما حدا ما في اسئله معناها، معناته يا اما ما فهموا شيء يا اما انا كنت واضح زياده عن اللزوم. لا دكتور اياد رحال سال انه بالنسبه لموضوع القلونه عند مرضى الانحناء العضلي، سابقا كانت التنصيات القلونه بسخاء. نعم هو عم يقول انه ممنوع. طيب والسؤال الثاني السؤال الثاني انه القسطره الفخذيه نسبه الانتان عاليه جدا. نعم صحيح. طيب تفضل. بالنسبه للسؤال الاول، موضوع القلونه عند مرضى الانحلال العضلي، موضوع القلونة عند مرضى الانحلال العضلي لازم إذا بدك تعمله تعمله بوسط مراقب جدا، لأنه في خطورة مثل ما قلت لك. أول خطورة هي ترسب
حصيات مجهرية من فوسفات الكالسيوم بقلب الأنابيب الكلوي، ممكن مما يمنه يسبب تفاقم بقصور الكلية. الأمر الثاني أنه مثل ما حكينا قبل شوي بانحلال العضلي، أول شيء بصير هو نقص بالكالسيوم بالدم بسبب دخول الكالسيوم وفي حالة وضع البيكربونات، يعني قلونت لحتى تقلون البول أنت بدك تحقن بيكربونات بالدم. بحال وضع البيكربونات أنت عم تفاقم من نقص الكلس، ممكن تحول أنت نقص الكلس الغير عرضي إلى نقص كلس عرضي، ممكن يسبب هالأمر هاد يعني اضطرابات نظم قلبية نحن بغنى عنه. الشغلة الثالثة، في حال حقن البيكربونات داخل الدم ممكن يصير ترسب لفوسفات الكالسيوم داخل الأوعية الدموية، يعني الشغلة مو فقط بالبول، وهذا الخطر التالي. الشغلة الرابعة انه حقن البيكربونات على كل الدراسات اللي صارت فيما بعد، يعني تحليل دراسات سابقة مثل ما تفضلت كان مزبوط انه كان يوصى بشكل خلينا نقول كان مستوى البرهان هو دي، انه يصير في قلونة بحال احنا، لكن بما هي الدراسة هاي التوصيات مبنيت على دراسات ضعيفة. دراسات اللي فيما بعد بيّنت أنه نسبة الفائدة بتخفيف قصور الكلية الحاد عند مرضى انحلال العضلي في حالة القلونة البول هي قليلة جدا. شغلة خامسة، بحال أنت قررت أنك تستعمل البيكربونات ففي عندك شرطين. أول شرط أنه لازم يكون الـ pH أقل من 7.5 pH، طبعا pH الـ pH تبع غازات الدم الشريانية، ولازم تراقبه لحتى ما يطلع فوق 7.5، والمراقبة لازم يصير غازات دم كل 6 ساعات. الشغلة الثانية، الهدف تبعك انك انت توصل البول الـ pH تبع البول لل 6.5، وهذا شيء صعب، فانت لح تراقب البول. إذا وصلت لل 6.5 فأنت وصلت للهدف تبعك، ممكن أنك تتابع. لكن في حال أنت ما وصلت 6.5 بعد 6 ساعات من أعطاء البيكربونات، فأنت لازم توقف لأنه بدك تحتاج جرعات هائلة لتوصل للرقم تبعك. وبالتالي إذا طلعنا نحن على الفائدة المنظورة والخطورة اللي يعني نحن عم نخاطر فيها بحال استعمال البيكربونات، فمن الأفضل عدم استعماله. مثل ما انتبهت أنه في عندك كتير عوامل بدك تراقبها. أول شيء كل 6 ساعات بدك تعمل غازات دم، وبدك تعمل pH البول. غير شيء أنت تعبي المريض بسيروم ملحي، وأنت تعبي المريض سيروم ملحي وبتعبيه بيكربونات، هذا كمان حجم بدك تنتبه على الحجم على الصبيب البولي. الشغلة الثالثة الكالسيوم، بدك أنت تحط المريض على مونيتور قلبي حتى بتشوف انت اذا عنده اضطرابات بالنظم او لا. فنحن ممكن نحكي بشكل مفصل بيوم تاني عن انحلال العضلي، لكن هذا اللي بقدر احكي لكم اياه عن الجواب يعني على السؤال تبع زميلنا الدكتور. بالنسبه لموضوع ال احنا وين صرنا هلا، والله نسيت نسبه الانتان عاليه جدا. القسطرة الفخيزية قسطرة تنحط بال يعني بالمستشفى، والمريض ما لازم يغادر المستشفى وقت بيكون عنده قسطرة فخيزية، والقسطرة الفخيزية ما بتنحط لفترة أكثر من 7 أيام مثل ما بتعرف. فإذا أنت عندك شك إنه ممكن يصير إنتان بسبب القسطرة الفخيزية رغم كل التدبيرات اللي أنت أخذتها، فبها الحالة هي حط قسطرة وداجية. لكن إذا أنت بيئة استشفائية مناسبة ومريض واعي ونسبة خطر إنتانية منخفضة، فأنا بنصح بالقسطرة الفخيزية، وهذا الشيء اللي نحن بنعمله الحقيقة. يعني نرجع بعدين بالنسبة للتدبير سوائل فطور إدرار والقصور الحاد، عم يوصل المريض ل 8 لتر إدرار، كيف نتعامل معه؟ أي طبعاً هذا الشيء اللي نحن حكيناه قبل بشوي عن تنازل إزالة العمل.
وقت المريض بصير عنده إدرار شديد. الحقيقة هلا هي بدها يعني قاعدة لحالها، لكن بهالحالة هي نحن اللي بنعمله إنه نحن بنحاول إنه نعطي للمريض كمية سوائل أقل من كمية الإدرار العام تبعه. طبعاً يعني مثل المريض عنده 8 لتر، فأنت بدك تعطيه كمية سوائل عامة 7 لتر لحتى ينزل كمية الإدرار تبعه ل 7 لتر، وبعدين 6 لتر تاني يوم، كل 24 ساعة بتنزل لتر، وبتراقب الكرياتين والصوديوم والكالسيوم، وبتراقب كمية الصوديوم بالبول. يعني في عدة عوامل لازم تراقبها، وشوي شوي ما بتشوف إلا أنت المريض وصل معك لكمية إدرار مناسبة. الهدف هو أنك أنت تعطي كمية يعني سوائل أقل من كمية الإدرار بدون ما تسبب قصور كلية حاد أو تدهور بوظيفة الكلية أو تدهور بالبوتاسيوم كالسيوم أو صوديوم. أسباب قصور هي ارتفاع البيليروبين، في حق علاج محدد لهالحالة. ارتفاع البيليروبين بشكل الحقيقة دراسات موجودة عنه قليلة، لكن نحن نشرنا عنه ورقة من حوالي 5-6 سنين اللي هو إنه بيسبب سمية مباشرة لخلايا الأنبوب المعوج القريب. الحالة العلاج هو علاج السبب، تخفيف نسبة البيليروبين بالدم ومراقبة المريض، لأنه هذا المريض يعامل كمريض تنخر أنبوبي حاد. بالنسبة للاستطباب طبعا، بس فكرة تانية بالنسبة للبيليروبين، السؤال ممكن يكون أنه هل في حاجة لغسيل الكلية أو لا بهالحالة؟ الحقيقة نحن ما بنعمل غسيل كلية بهالحالة. بعدين بالنسبة لاستطباب الديال عن مريض قصور كلية حاد مع شح بولي بدون وجود استطباب حاد للديال، كم ننتظر حتى نقتل المريض؟ يعني هذا سؤال شوي صعب، مثل ما بيقولوا الطب ما هو علم محدد، ما في يعني عندك انت اسود او ابيض، في عندك دائما الشح البولي انت بدك تحاول انك تعكسه. طالما انت عم المريض متحمل وما في عندك علامات مهددة للحياة وانت متأمل انك انه الشح البولي يتعالج، ممكن تنتظر. في كتير طبعا معايير، لكن طالما انت عندك ما عندك ارتفاع بالبوتاسيوم حاد، ما عندك حماض حاد، ما عندك وزمة رئة، ولا عندك اعتلال دماغ بولي، فممكن تنتظر. لكن شح البول مثل ما انا خبرتك قبل بشوي، اذا كان تحت ال 400 مللتر بال 24 ساعة، هذا المريض عنده يعني صبيب الترشيح الكبدي تبعه صفر، وبالتالي يعني هذا المريض إذا ما تحسن خلال 48 ساعة ففي احتمال كتير كبير إنه يطور واحد من هالشغلات اللي هلا حكيناها بالشوي اللي هي مهددة للحياة. فأنت بدك تحاول تعكس الأمر خلال 48 ل 72 ساعة بأقصى حد. إن شاء الله أكون أقدر جاوب يعني بشكل مرضي عن السؤال. هل يوجد فائدة من استخدام مدرات العلوي عند مرضى القصور الحاد؟ الفائدة الوحيدة هي إنه إذا المريض عنده خطر يصير عنده وزمة رئة حاد، بعد ذلك أنا لا أستعمل، يعني نحن ما بنستعمل. هي في حال فرط الحمل، انت تفضلت عنه، فرط الحمل ممكن يكون له درجات. طالما ما في عندك خطر وصول المريض لوزمة الرئة، فيك انك تتحمل عدم استعمال مدرات العلوي. لكن في حال وجود مريض عندك عنده فرط حمل وعنده قصور كلي انت مشاكك انه يكون عضوي، يعني تنخر انبوبي حاد أو بسبب عضوي كلوي وليس سبب قبل كلوي، فبهالحالة هي احتمال أنه المريض يرجع يتحسن هو بسرعة احتمال بسيط،
وبالتالي غالبا راح تضطر انك انت تستعمل المدرات العروي، لكن مدرات العروي ما راح تحسن اصابه الكلى الحاده، لكن حتسبب حتحسن اعراض المريض. فالامر هو له علاقه ب توقعك لاستجابه المريض، تحسنه او عدم تحسنه. تجربة الإدرار لسه موجودة، تستخدم كيف طريقتها إن أمكن. تجربة الإدرار حالياً نحن ما عم نستعملها إلا بحالة وسود المريض بالعناية المشددة فقط، لكن بشكل عام نحن لا نستعملها للأسباب اللي شرحتها قبل شوي. دور الديال الدموي في تخفيض نسبة السيتوكينون لدى مريض قصور الكلية حاد مع حالة إنتانية. نعم، يعني هون في عندك يعني المريض اللي بيوصل لقصور الكلية الحاد الذي يستوجب قصور الكلية دموي بسبب وجود حالة إنتانية حادة أو بالترافق مع حالة إنتانية حادة، هو مريض يعني إنذاره سيء أولا. ثاني شيء الغسيل الكلوي، الغسيل الكلي الدموي بحالة إنتانية صعب، لأن المريض أصلا عنده توسع شرياني معمم، وقت أنت حتعمل له غسيل دم غسيل كلي، ففي صعوبة بالسيطرة على الديناميك الدموي عند المريض. هل حيصير في نقص بالسيتوكينات ولا لا؟ ممكن يصير تصفية صحيح للسيتوكينات، لكن لا تنسى أنه غسيل الكلية نفسه ممكن هو حالة التهابية، هو حالة أنك أنت عم تعرض الدم لفلتر غريب. مهما كان هذا الفلتر مثل ما بيقولوا بايوكومباتيبل، فحيصير في ارتفاع بالسي ار بي وحيصير في إفراز السيتوكينات رد فعل التهابي. فإذا أنت مفكر أنك تعمل غسيل الكلية فقط لحتى نزل السيتوكينات، فهذا الشيء غير وارد. نعم. إن شاء الله أكون أجبت يعني عن سؤال بشكل مرضي. أي أسئلة تانية يا زملاء؟ دكتور صالح بتصور ما عاد في أسئلة تانية، عم يحطوا لك شكرا جزيلا، معناها بتصور خلصت الأسئلة. إذا في شيء دكاترة خطر على بالكم بعدين ممكن تحطوها على الواتساب. دكتور معاوية الأحمد، إذا في إمكانية قسم على عدة محاضرات. إيه ممكن. ممكن نحن نعمل شغلات بشكل يعني. ممكن الفكرة اللي حكينا عليها الدكتور صالح إنه. يكون مثل فيديو تنحط على مقاطع معينة، مثلا موضوع الـ Continuous Renal Replacement Treatment اللي بيسموه CRRT. يلي نعم، يعني هلأ له مثلا استطباب بالقصور الكلوي الحاد، ما حكينا عنه هذا، ممكن ينعمل له مثلا مقطع صغير ونحكي عليه ونشوف شو إمكانية. فكرة حلوة كتير. ايه، ممكن يعني تعديله لما يتواجد في سوريا، يعني ما تكون الماكينة الضخمة وهالشغلات هدول. تمام. بس بتصور يعني ممكن هي ينحكى. فدكاترة هلأ دكتور صالح عنده فكرة كانت جيدة كتير، إن شاء الله حيقدر نقدر نطبقها، إنه نعمل مثل صفحة فيسبوك
ينحط فيها مقطع معين على مادة معينة، مثل مثلاً إمتى بنقول مثلاً نعمل قلونة للبول في القصور الكلوي الحاد، مثلاً 10 دقائق ويصير في مناقشات عليها. فبتصور يعني هي ممكن تكون طريقة للتعليم المستمر مثل ما بيقولوها. تمام، نحن هنحاول نعمل مثل ما قال الدكتور لينا، بما انه هالموضوع اللي حكيناه نحن كبير اليوم، هناخذ نحن اجزاء. مثلا انتم حكيتوا عن حلال العضلات، هنحكي عن حلال العضلات بشكل بسيط خلال 10 دقائق، نحط الفيديو وانتم بالتعليقات تسالونا كل الاسئله اللي بتريدوها. بعد اسبوع نحن بنرجع نعمل فيديو ثاني للاجابه عن الاسئله عن هالموضوع هذا. ان شاء الله تكون تجربه جيده، دكتور لينا يعني تساعدنا فيها. طيب. شكرا جزيلا دكاترة، شكرا لكم، شكرا لكم جميعا، شكرا دكتور صالح.